عمراني ريف جراب تحت سيطرة البيكي كي. يضل شو؟ ولك شو ولك ولك عبوع بسيارات هدول يعني؟ عفوت عضيع بسيارات؟ يعني تعتبر جراب لسلا إلا. عند المشفى أبو لهب. هدي الفرنو ايه لما دمو تشوشي من عالة العالمين تم السيطرة على مدينة الراعي بشكل كامل وبفضل الله ومن والحمد لله كانت مقاومة شرسة من قبل الدواعش لأهمية مدينة الراعي. تمت السيطرة على مدينة الراعي لمدة 3 أيام مقاومة شرسة من قبل الدواعش لأهمية المدينة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين تمت السيطرة على مدينة الراعي بعدما أرسلوا إلينا أكثر من 4 مفخخات والحمد لله كانت إصاباتنا كلها خفيفة وفي العدد 6 مفخخات من عدل دمرناهن على أطراف الراعي. حاولوا يبعثوا مفخخات على تل أحمر مكان التجمع ونقطة الانطلاق إن لتحرير الراعي والحمد لله كانت إصاباتنا بفضل الله كلها خفيفة. نحن مكلفين بإعادة تأهيل المشفى، نحن مكلفين بمديرية صحة حلب. نحن جينا عملنا نظرة على المشفى، نحن نرجع نعيد تأهيله. المشفى أكل أضرار كثيرة بالإضافة لمفخخات وأكل قذائف كثير. رح نرجع نعمل إعادة بنائه، إعادة هيكليته في أقرب وقت ممكن. ومشفى له أهمية استراتيجية كبيرة باعتبار أنه هو المنطقة الوسطى في الشرق. وبيخدم بشكل كبير هالمشفى وبإذن الله إذا تم إعادة تأهيله وراح نشتغل عليه بأقرب وقت ممكن بيخدم المدني والعسكري. يعني تأهيل كامل لكل المدنيين أو سكان المنطقة في حال عودتهم بعد إبعاد تنظيم الدولة عن المنطقة ما هي؟ نعم بإذن الله، بإذن الله رب العالمين راح نجهز المشفى بشكل كامل لخدمة المواطنين المدني والعسكري. في المرحلة الماضية عندما تم السيطرة عليه من قبل السوار عدنا تفعيله وحطينا بعض المعدات البسيطة على وقت الإنشاء، لكن عند رجعت الدولة أخذت الراعي رجعت السيطرة على المشفى وأخذتنا كل شيء وبالإضافة عملتنا أضرار كبيرة بالمشفى.